حمى الضنك والبعوضة الزائجة المصرية. اللهم لك الحمد في البداية، شكرا لكل من سأل. صار لي يومين تعبان، وهذا التعب يقول الدكتور أن احتمال تكون حمى الضنك، وبكرة إن شاء الله تطلع الفحوصات، ونتمنى أنها ما تكون حمى الضنك، ولكن تعب شديد يا جماعة. انتبهوا من البعوضة، هذه البعوضة يعني هي ما تعدي من شخص لآخر، هذا تجي عن طريق لسعة هذه البعوضة. هذه البعوضة تنتشر في الأماكن اللي فيها المياه الراكدة، هذا الماي اللي يقعد في بيوتكم، ماي الزرع، ماي الخلولة في الإطارات، الماي في الأماكن اللي فيها تجمع مياه أكثر من 3 أيام، لا تخلوا ماي يقعد في بيتكم، لأن هذه المياه الراكدة تنتج عنها تواجد وتوالد هذه البعوضة. هذه البعوضة لو لدغت تكتيك الحمى، حمى متعبة جدا لدرجة ما تصوروها. نسأل الله أن لا يوريكم تعب هذه الحمى. الآن نصيحتي للجميع، أي شيء في بيتكم في تجمع مياه راكدة شيلوه. ففي ناس على سبيل المثال يحطوا ماء يخلوا فيه للحيوانات وللطيور، هذا الماء بعد 3 أيام غسلوه ونظفوه بماء وصابون هذا الوعاء، الإطارات اللي يحطوا فيها الزرع، أي شيء فيه تجمع للماء أكثر من 3 أيام روحوا فوق سطوح بيتكم في كل مكان شيلوه، لأن من هني تتوالد البعوضة. نسأل الله أن لا يريكم مكروه في شخص عزيز، وانتبهوا انتبهوا من البعوض الزائج المصري.